بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد الوزراء، سيد السادة النواب المحترمين، سيد الوزير، حقا قطاع الصناعة التقليدية يعتبر من القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد ديالنا، بحكم أرق المعاملات ديالو اللي كيتعدى 17 مليار درهم، بحكم التشغيل بحيث يعتبر ثاني مشغل في البلاد ديالنا بعد الفلاحة، بحكم التسويق فهو السوق للسياحة الداخلية والخارجية، بحكم الاحتضان ديالو لواحد مجموعة ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلاد ديالنا. بالمقابل نجد ضعف السياسة ديال القرب، ضعف في الموارد البشرية والمادية بالنسبة للمندوبيات الإقليمية، مما يؤثر سلبا على التسويق ديال المنتوج وعلى التمويل ديالو، بل في بعض الأحيان كنلقاو يعني مشكل حتى بالنسبة للمواد الأولية. لهذا السؤال ديالنا حول الإجراءات التي تتخذونها لمواجهة أو للتقليص يعني من هذه الاختلالات، وشكرا.